السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء متابعين قناة تربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هنبتدي مع بعض. أول حاجة التحديثات وصول إيردروب عملة تي في بي. إيردروب ده كنا شارحين الأسبوع اللي فات، ده سريع يوصل بسرعة على المنصة. وصل 150 قطعة، ده اللي وصلني، معرفش الناس وصل لهم تقريبا هو كان بيوزع نفس العدد في حدود 4 دولار ونص. سيبها، هي سعرها ارتفع كمان عن كده. حابب تسحبها يبقى حولها لتي ار اكس، تمام؟ يبقى العملة اللي معاك بيع وعامل تحويلات وحولها لتي ار اكس لو هتسحب، عشان الضريبة تبقى بسيطة. سيبها لو انت حقيقي مش فارق معاك المبلغ دلوقتي. نخش على التحديث اللي بعده، ماي بروموشن. العملة دي بتتباع برضو على منصة بيت هامب، والتسجيل فيها او البونص لسه شغال للناس اللي حابة تشتغل على ايه البونص او تستفاد من العرض برضو حاليا، عشان تقدر تسحب رصيدك. وفي نفس الوقت بالنسبه للناس الجديده هتطبق الخطوه دي كده كده عشان تسحب رصيدك، بالنسبه سواء كنت جديد او قديم وعاوز تسحب الرصيد بتاعك. المطلوب منك حاليا بقاعه التسجيل، بتخش على سكيورتي، ومن سكيورتي هتلاقي هنا تفعيل اللي هي تفعيل البيانات، تفعيل وثائق، هتفعل وثائق بتاعتك كي واي سي عشان تقدر تسحب الرصيد بتاعك. مجرد ما يفعل وثائق الرصيد هتتنقل من البندنج ولا تقدر تسحب رصيد، مفيش اي مشكله. خش على اللي بعده. بالنسبة لعملة بيكاش، العملة سعرها رفع كمان 1 سنت من اليورو. احنا بناخد حوالي 500 قطعة، يعني مبلغ حلو مش بطال، وعلى كل حالة 250 قطعة. الاردروب بإذن الله مضمون بنسبة كبيرة. حاليا التحديث بالنسبة له ان هم زودوا درجة كمان من التفعيل، يعني انت الناس كانت مفعلة درجة اولى هتلاقي في درجة تانية كمان من التفعيل. لو انت مفعل درجة اولى، لو مش مفعل خالص هتخش هتلاقي هنا كلمة ايه تيرا كريشن 1، هتفعلها وبعد ما يوافق عليك هتتنقل للمرحلة التانية. اوكي، المرحلة التانية سهلة برضو، بترفع صورة البطاقة او الباسبور والصورة السيلفي وهكذا، هي البنات العادية المطلوبة مننا. العملة تسهل الشغل عليها، نصيحة من العملات القوية قوي، بإذن الله هيبقى ليها مستقبل حلو الشغل عليها، وبيدوا بونص بكمية حلوة. مع انا الحمد لله مجمع حوالي 500 يورو منها، تمام؟ عشان سعرها حاليا باليورو، بتتباع باليورو مش مقابل الدولار. نخش على اللي بعده، وده اول دروب معانا. اسم العملة اسمها ارجون اويل. العملة بتتباع على جاست سويب، تمام؟ موجودة معانا على جاست سويب. الاير دروب كالتالي، ده عدد العملة اللي حابب يطلع عليه، وده الصفحة بتاعتهم على جاست سويب. العملة سعرها عمال يرتفع. المهام المطلوبة هننضم لاتنين جروب تليجرام، ده اول حاجة. بعد كده السبونسر، صفحة السبونسر هننضم لها. هنيجي بعد كده جزئية تانية، هنعمل فولو على تويتر، وأول بوست هنعمل له لايك وريتويت مع 3 تاج من الأصدقاء. وفي نفس الوقت هتحط الهاشتاج ده، 1 2 3 أو 4 هاشتاج، اهو هتحط ال4 هاشتاج مع التاج، تمام؟ وتعمل فولو هنا وفولو هنا، والصفحة الرئيسية اللي هتعمل أول واحدة هي اللي هتعمل عليها الريتويتاية. نيجي بعد كده، وطبعا هنا الدروب ده فيه أحالات. هنيجي أول حاجة الإيميل بتاعنا، بعد كده من عيد الإيميل مرة تانية، بعد كده اليوزر التليجرام، يوزر التويتر، لينك التويتر اللي فيها الكومنت، رقم محفظة ترون، تمام؟ وفي الآخر بتلاقي اليوزر بتاع صاحب الإحالة، بتسيبه زي ما هو. أنا آسف يا رب، أنت بتضيفه بنفسك. يوزر صاحب الإحالة هنا بتضيف إيه؟ مانيوال. فاستأذنك هتحط اليوزر بتاعي، أنا مثلا مضيف الإحالة عن طريق مثلا الشخص اللي سجلته عن طريقه. نخش على الدروب اللي بعده. الدروب ده مرتبط بمنصة كوين باست، تمام؟ منصة مضمونة، فالرصيد هيوصلنا عليها. العملات ممكن ساعات سعرها بيبقى نايم شوية، بس بعد كده بإذن الله بيرفع. أول جزئية هتسجل في المنصة نفسها، دي أول حاجة معانا. بعد كده الدروب نفسه كالتالي، ركز فيه مع بعض. دروب بيبتدي معاك بالشكل ده، ستارت، بتختار اللغة انجليزي. بعد كده بتيجي بتنضم لهذا جروب تليجرام دولت. نيجي هنا خلاص، دي كده اول خطوه اللي هي الفولو ان هي تليجرام. تاني خطوه اختار واحد من دولت، يا اما تويتر يا اما في كي يا اما انستجرام. تختار واحد من دولت هتعمل عليه، هنقول مثلا اخترت التويتر، هتعمل لايك وريتويت لاول بوست مع كومنت، وهتاخد سكرين شوت، تمام؟ تمام، وصلنا. قلنا هنعمل سكرين شوت، تمام؟ بس هو في 2 سكرين شوت هنعملهم. هتعمل اول حاجه بعد انضمامك لاتنين جروب تليجرام دول او 3 جروب تليجرام، ده هتعمل سكرين شوت لل جروب تليجرام لل انا اسف للاكونت بتاع التليجرام نفسه. ازاي؟ هتيجي هنا سيتنج، تخش على بروفايل،
بتاعك وتاخد سكرين شوت للبروفايل من جوه، تمام، عشان يظهر الاسم بتاعك ورقم التليفون وتأكد ان لقيت جروب ان انت حساب حقيقي مش سكام. تمام، قلنا هنختار واحد من دولت مثلا الفي كي ونعمل عليه لايك وريتويت او لايك وشير ومع كومنت، وناخد ايه سكرين شوت للشير بتاعنا. تمام، هنيجي نعمل الكلام ده هنرفعه على الفورم ده، هنرفع الشغل بتاعنا على الفورم ده، الايميل بتاعنا على منصه كوين باص عشان يوصل لنا الرصيد، هنرفع الاثنين سكرين شوت للتليجرام وللمهمه. خلصنا الكلام ده كله هناخد، احنا قلنا ايه، احنا عملنا هنا مثلا على الفي كي او التويتر عملنا ايه لايك وريتويت مع كومنت، اللينك الريتويت اللي احنا عملناها هنيجي نحطها هنا اهو بالشكل ده، انا عملتها على الفي كي عملتها على الفي كي، يعني هتروح تملى البيانات في الفورم، الفورم قلت ايه بنجيبه من هنا اهو، ده الفورم اوكي، هتيجي تحط برضو لينك ريتويت هنا عشان زياده تاكيد، هيخلص يقول لك خلاص اتممت المهام، هيديك 5000 قطعه من عمله اسمها سي اف سي اس او سي سي اف سي. تمام، تاخد برضو رابط الاحاله بتاعك وبتروج له. خش على اللي بعده، في تحديث حصل. تمام، انا كويس ان العمله بتاعتي ما اتباعتش، ما بعتهاش على المنصه، فايده برضو لينا اكتشفتها. شفتوا الهامر اللي احنا كنا واخدينه، الهامر ده ممكن تستفاد منه جوه الموقع نفسه. تمام، يعني اخش بس هنا، اخش على الحساب بتاعي، تمام، ربطته بميتا ماسك، اخش هنا على مينينج، دي الخاصيه، دي الحاجه دي اللي فتحوها، الهامر اللي احنا واخدينها دي بتديك رصيد تعدين. تمام، ده لسه انا هشوفه، ثانيه هتفتح، عمل معانا والموقع بوتيل قوي. تمام، بتيجي بس في بيدفع زي ضريبه كده في مقابل انت بتاخد الهامر، بتنقلها من الايردروب، بتنقلها اهو، خد مني حوالي $3 تقريبا. تمام، الهامر دي عامله زي قوه التعدين حسب الهامر اللي جات لك. انا مديني قوه التعدين 40 وبيعدلي على عمله اسمها يو اي اي. تمام، دي العمله اللي انا ايه هاخد البونص بتاعي عليها. تمام، فانا كنت هبيعها او بعتها بالفعل، دفعت غرامتين، غرامه ان انا دخلت الهامر هنا وفي نفس الوقت رجعت الهامر من منصة البيع اللي انا كنت ايه هبيعها عليها، لغيت امر البيع ورجعتها تاني. اتمنى يكون اللي انا عملته ده خير، يعني مثلا يكون المكسب باذن الله يعوضنا عن الخسارة دي. تمام، نرجع بالنسبة للناس بتسألني على الاردروب، والاردروب لسه شغالة، الاردروب لو انتهى هتلاقي جاب لك فينش اند ايا كان. عامة انت بتنتظر لغاية لما تجيلك كلمة كلايم، انا كلمة كلايم خدت معايا تقريبا 8 ايام او 9 ايام، ممكن تقعد معاك وقت اكتر، ممكن تقعد معاك وقت اقل، لغايه لما تجيلك العلامه الصفراء دي وتدوس ايه كلايم. تمام، ما دام جت الجراي كده يبقى انا خلاص خدت البونص بتاعي. بيزيد معاك البونص من الاحاله، بتاخد بتروج رابط الاحاله بتاعك، والترويج بيكون عن طريق كلمه، تخش اير دروب، بتاخد انفايت من هنا الاول، بتاخد كليك رابط الاحاله بتاعك من هنا انفايت. تمام، قلنا بناخد من هنا رابط الاحاله كده، بتاخد كوبي كده، انت خدت ايه رابط الاحاله، وتعرف الناس اللي هتشتغل مثلا احاله عن طريقك، بعد ما تاخد يعني الكود بتاعك بتروج له، بتحط في مكان برضو معين، بتخش على كلمه اكونت من هنا، بيحط الكود الخاص بيك في الخانه دي وتدوس سبميت، هي الناس بتستفاد وانت بتستفاد. تمام، بالنسبه للتعدين انا شغال اهو على التعدين ده، اول يوم ليا، لسه هنشوف لسه السحب ازاي، او لسه هنشوف المستقبل الدنيا ماشيه ازاي. انا دفعت مثلا ايه خسرت مثلا بتاع $6-7، هنسيبهم لغايه لما نشوف ايه المكسب والعائد بتاعهم من وراهم هيكون افضل او ان شاء الله. نخش بقى على الدروب اللي بعده، الدروب ده قوي، ده $400 من عمله موجوده بالفعل على منصه بتتباع على منصه يوني سويب. التوزيع هيوزعه 4 قطع، والدسترايب 4 جوب بيساوي $400. تمام، يعني كل شخص على اول 5000، يعني الايردروب ده محدود لاول 5000 هيسجلوا فيه. المهام المطلوبه منك هتعمل هنا انضمام لجروب تيجرام، هنا فولو على تويتر، واول بوست هتعمله لايك وريتويت مع تاج، ومثلا ثلاثه اعمل على الاقل 3 من الاصدقاء. هتيجي هنا تحط رقم محفظتك، هنا يوزر التويتر، هنا لينك التويت، هنا اليوزر التويتر بتاع صاحب الاحاله، بس استاذنك يعني فضلا تحط اليوزر الخاص بيا. بيسالك هنا ايه سؤال، انت فاهم الشروط والاحكام او انت فاهم الاتفاقيه بتاعه الايردروب نفسها، تقول له تمام يس وخلاص. الايردروب اللي بعده بتاع عمله اسمها كويل فاينانس، تمام، هو بيقول لك هيدينا 250 قطعه منها. المهام مطلوبه فولو على تويتر، انضمام لجروب تيجرام، فولو على ميدم. تمام، الاسباب بتاعتنا ايميل
يوزر التويتر، يوزر التليجرام، يوزر صاحب الإحالة بتاع التليجرام، فاستأذنك تحط اليوزر الخاص بيه هنا، ده صاحب الإحالة، تحط اليوزر بتاعه هنا، وهنا اليوزر بتاعك على موقع ميدم أو لينك البروفايل، وفي الآخر رقم محفظة ماي تراست وليت أو ميتا ماسك. تمام، نخش على بعده. ده خاص بعملة اسمها ريد دراجون. الايردروب ده عقد العملة عامة اللي حابب تطلع عليه، العملة من عائلة اللي هي الايه، العملات اللي هي البي سي اس، تمام، اللي هي بتحول فيها المحفظة بتاعت ميتا ماسك، شرحتها كذا مرة ليكو، اللي هي بتعمل الخاصية دي اللي هي باين سمارت شاين، اللي انت بتحول الشبكة، بتعمل الشبكة، بتفعل شبكة باين سمارت شاين، تمام. والمقالة موجودة في جروب تليجرام اللي حابب يرجع لها. المهم نكمل. ده عقد العملة زي ما قلنا. هنيجي هنا المهام بتاعتنا، هننضم جروب تليجرام، فولو على تويتر، او البوست ده اللي محدده لك لايك وريتويت، هتعمله مع كومنت وتاج، هتفولو على ميدم، تمام. بيقول لك في جايزتين، في جايزه الايردروب وفي جايزه خاصه لاكتر احالات، اديشنال ريورد، يعني ده حاجه اضافيه للناس اكتر احالات، بس يعني خلينا احنا ايه في المكسب بتاعنا العادي. المكسب بتاعنا العادي هناخد نص قطعه من عمله ار دي جي، تمام، وعلى كل احاله حوالي مليون ساتوشي من عمله ار دي جي. الاثباتات بتاعتنا يوزر التليجرام، يوزر التويتر، رقم محفظه باين سمارت شاين، دي معاك حل من الاثنين، يا اما تحول ميتا ماسك للشبكه بتاعت باين سمارت شاين، يا اما تجيب رقم المحفظه من تراست واليت وتريح دماغك، تمام. نيجي بعد كده ريتويت، لينك للريتويت بتاعي، فكده مطلوب مننا ان بوست، البوست ده هنعمل له لايك وريتويت مع كومنت قلنا عليه، هنحط لينك الريتويت بتاعته، وفي الاخر يوزر صاحب الاحاله. نخش على اللي بعده، وده يعتبر ايه، تنويه كده او تذكير ليكو، اللي هي منصة اتيلتي. البونص بتدي بونص حلو او مش بونص، اللي هو الفوست، الفوست بتاعها سهل جدا، انا شايف ان هو مش تثبت الموقع ده عندك كل يوم تخش عليه. الفوست بسيط جدا وسهل في تجميعه بدون كباتش او اي حاجة، انت بتسجل في الموقع عادي، وبعد كده بتيجي هنا على شكل حنفية اللي فوق دي، بتخش على فوست وبتجمع عملاتك كل يوم مجانا. كل قصة دوس كده خلاص، تمام، هجمع قصادكم، اديني مثلا ايه، خدت بونص الايه، انا مجمع من شويه والرصيد نزل تاني، في رصيد بينزل كل ساعه، في كل ساعتين، في كل 3 ساعات، في كل 24 ساعه، وهكذا، تمام. نيجي للدروب، ده دروب بيدي مبلغ كويس، بيدي حوالي 6 قطع من عمله اسمها سي بي توكن، بتساوي $100، طبعا ده تسعيره الموقع او تسعيره الشركه. الدروب بيبتدي معانا بالشكل ده، بندوس ستارت، بتنضم جروب تجرام اول وتاني، بعد كده بتدوس، انت مجرد ما تدوس جروب تجرام اول وتاني هتلاقي هنا كلمة ستيت اهي، هتدوس عليها عشان يكمل معاك بيت المهام. هيطلب منك هنا فولو على تويتر، هتحط له اليوزر بتاع تويتر، تمام. بعد كده بيقول لك انضم الجروب بتاعهم على ديسكورد، هتنضم الجروب وترجع تحط اليوزر بتاع ديسكورد، تمام. بعد كده بيقول لك ان المحفظة اللي هتستعمل هنا ان هي محفظة اللي هي باين سمارت شاين، فزي ما قلت يا اما تعملها تحول الشبكه بتاعت الميتا ماسك لباين سمارت شاين، يا اما تستعمل محفظه تراست واليت وتريح دماغنا في القصه دي، تمام. حطينا رقم المحفظه خلاص، سيف. بعد كده بقى بتاخد انت رابط الاحاله بتاعك، وبيديك هنا اي دي انفو، معلومات ليك ورابط الاحاله، وتراجع رابط الاحاله بتاعك باذن الله الدروب بنكسب منه مبلغ كويس. نخش على الدروب اللي بعده، ده عمله يرن يلو. احنا كنا شارحين له من فتره ايردروب، كان فورم لسه، ده ايردروب بقى الايه البوت تليجرام بتاعه. هو ثمن القطعه الواحده بيساوي $1 حاليا، هو بيقول لك هيديك لانضمامك 150 قطعه، زي ما قلت تسعيره الموقع باذن، الكلام ده نشوفه بعدين. العمله كده كده لسه ما نزلتش تقريبا تداول، ما فيش اي تداول عليها حاليا، بس نتمنى يكون ايه السعر ده حقيقي. هننضم جروب تليجرام اول، فولو على تويتر، البوست ده هنعمل له لايك وريتويت مع كومنت وثلاثه تاج من الاصدقاء. هنيجي بالاضافه لكده، طبعا هدوس لدون ان انت اتممت المهام بالنسبه لصم ديتيلز. بعد كده في هنا حاجه اضافيه، البوس ده جاهز، تاخده كده كوبي تفتحه في المتصفح، تويتها جاهزه، هترجع تحط له لينك البروفايل بتاع تويتر الخاص بيك. بعد كده بيقول لك انضم لجروب تيجرام الاضافي، هتقول له دون. بعد كده الجزئيه دي حابب تعملها اعملها دي، بس الخطوه دي نزول الصفحه، انت مجرد زياره الصفحه فقط، يعني انت مش شرط تنفذ المهمه. انت لو دخلت على الصفحه ودوست كلايم هياخد منك بمعادل $3.50، زي ما تقول ايه هديه الموقع، هتعتبر اكنك بتشتري العمله، يعني هيديك رصيد من العمله في مقابل ايه شرائها،
تمام. فدي ممكن تدفع فيها دفع فلوس الجزء دي، فانت ممكن ايه تخش بس على الموقع مجرد زيارة، او انت تلقى عليه نظرة وتقول له دن. بعد كده السحب هنا مش احنا ما بنحطش رقم محفظة، في طريقة للسحب قبل الدروب ما ينتهي، هتلاقيني برضو اعلنت كده، او في حد سبقنا وعارف برضو يعرفني، هيجي مثلا هتلاقيهم حاطين فورم، هيبقى عن طريقه هنسحب ايه العملة بتاعتنا، هنحط فيه رقم المحفظة وهكذا. يعني حاليا مفيش انت بتحط رقم محفظتك، لا حط رقم محفظة في الوقت اللي هنسحب فيه الدروب ده بدون احالات، يعني مفيش احالة فيه. الدروب ده بيوزع 3000 دولار على مجموع الناس، مش لكل شخص، الناس بس ما تلخبطش. 3000 دولار، 3000 دولار على الناس اللي هتشتغل تشتغل في الجيف اواي ده. المهم المطلوبة منك تنضم جروب جروب تليجرام، هتعمل فولو على تويتر، اول بوست هتعمله ذكر تويتر مع 5 تاج من الاصدقاء، هتعمل فولو للصفحة الاضافية، فولو على الفيس، فولو على انستجرام، فولو على لينكد ان. الاسباب بتاعتك هتيجي تحط له لينك بروفايل التويتر، لينك بروفايل فيس، لينك بروفايل انستجرام، لينكد ان، وبعد كده رقم محفظة، وبعد كده بيسألك انضميت لجروب تليجرام الاضافي دان، انضميت لصفحة الاسبونسر دان، تمام. بعد كده رابط الحالة بتاعك وبتروج له. الاير دروب ده المفروض ان هو زي ما قلنا بيوزع 3000 دولار على مجموع الناس مش على كل شخص. نيجي الاير دروب اللي بعده، ودي عملة اسمها وايدر كوين، ودي من الاير دروبات اللي بتطلب تفعيل وثائق، تمام. هتسجل تسجيل عادي، بيجي لك لينك التفعيل على الايميل ومعاه كود، بتدوس على لينك التفعيل وتاخد الكود تحطه جوه الايه الصفحة اللي هتفتح، تمام. بعد كده الصفحة بتفتح معاك عادي، بتخش على بروفايل، بتكمل البيانات بتاعتك، هتيجي هي بواقف معاك جزئية عشان الرصيد يوصلك، لازم تخش على كي واي كي واي سي اللي هي كونفرميشن تفعيل بيانات، تمام. بتيجي هنا ترفع صورة البطاقة، تمام، ظهر البطاقة، صورة البطاقة مع الصورة السيلفي. الصورة السيلفي هتجيب ورقة مكتوب فيها كلمة وايدر وتاريخ اليوم اللي انت هترفع في الصورة، يبقى هتبقى ماسك في ايد البطاقة والايد التانية ماسك فيها الورقة البيضاء المكتوب فيها الكلام ده، تمام. هترفع السيلفي، وبعد كده مجرد ما يتم تفعيل الوثائق ويقبل الوثائق بتاعتك تلاقي الرصيد بتاعك نزل في الاكونت الرئيسي. الدروب مهم ما يتسابش، انا ايه باكد عليكم، ده شبيه كده لعملة بكاش، الناس تشتغل عليه. تمن القطعة حاليا داخل على 3 سنت، احنا هناخد منها كمية كويسة، حاولوا تشتغلوا عليها، وبإذن الله مجرد ما فعل وثائق ونزل الرصيد هوضحه للناس برضو. بكده اعتبر انتهينا النهارده، اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.